دعا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية مصر إلى مراجعة موقفها من الأزمة الليبية، معربا عن استغرابه الشديد من تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التي قال فيها إن هناك غيابا للإرادة الحرة للحكومة الليبية وأنها تقع أسيرة للتشكيلات المسلحة والإرهابية، ملوحا بقدرته على التدخل المباشر في ليبيا. وأشار بيان حكومة الوفاق أن ليبيا تتفهم مخاوف مصر على أمنها القومي، وهي لا تقبل في الوقت نفسه بأي تهديد يمس السيادة الوطنية، داعيا مصر إلى لعب دور إيجابي يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين. أيضا أعلن المجلس البلدي والعسكري ومجلس الشورى وأعيان مدينة مصراتة في بيان أن النفير العام لحشد الدعم ضد قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر جنوب طرابلس. وحث بيان مصراتة شباب المدينة ورجالها على التصدي لهجوم قوات حفتر، داعيا المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إلى استغلال كل الفرص والإمكانات وتسخير كافة قطاعات الدولة من أجل معركة الحسم. إلى جميع الوحدات العسكرية في محاور العاصمة، دقت ساعة الصفر. دق حفتر ساعة الصفر، ضرب ناقوس التصعيد، لكن عقارب هجومه تسمرت دون ما حراك. أيام بعد إعلانه ذاك بدت قواته أبعد من الاستطاعة على دق مستقر لها في طرابلس. لقد كذب ميدان جنوب العاصمة وعد حفتر. وجاء إعلان مصراتة النفير العام ردا للعين بالعين. حالة النفير في المدينة ووضع كل ثقل مصراتة وإمكانياتها تحت تصرف الدولة من أجل معركة الحسم لاستئصال شأفة الطغيان والاستبداد ونصرت رسالة مصراتة لبقية مدير الغرب الليبي: قد أتاكم حديثنا فآتونا مستنفرين. مدينة زليتن تلقفت النداء. الحرمات وسلمت الأموال عليه. تعلن مدينة زليتن بكافة مكوناتها الأمنية والعسكرية حالة النفير القصوى وإطلاق عملية الحسم لدحر العدو الباغي وتسخير كافة إمكانيات. إعلان زليتن ومصراتة والذي قد تتداعى له مدن أخرى في الغرب الليبي بالدعم والتأييد سيترجم مزيدا من المقاتلين في محاور الاشتباك المختلفة بحسب متابعين. سيذكي ذاك سعير المواجهة جنوب طرابلس وسيجعل أمد المعركة طويلا. في المقابل يحدث رئيس مجلس النواب الموالي لحفتر شرق البلاد عقيل صالح الليبيين بأمر حكومة وشيكة التشكيل. عقيل صالح يهوم في وادي آخر مختلف، يذهب بحسب أوامر المصريين الذين يرون بأن هزيمة حفتر باتت قريبة. حديث عقيل صالح لا يبدو بعيدا عن موقف مصري يصرح للمرة الثانية بالقدرة على التدخل في ليبيا، موقف ردت عليه حكومة الوفاق بالاستغراب، بيد أن تكرار التصريح بالقدرة على التدخل يخشى أن يكون في طياته ما يتجاوز القول إلى الفعل. لا تحسب مصراتة نفسها طرفا في المواجهة وحسب، بل في المقدمة، فمعركة جنوب طرابلس التي صار اللاعبون فيها كثرا ليست بالنسبة لمصراتة مجرد مواجهة عسكرية تنتهي حين يجلس الإخوة الأعداء إلى طاولة التفاوض، بل هي معركة وجود. خليل كلعيد العربي، طرابلس، ليبيا. يبقى معنا من طرابلس مراسلنا خليل كلاعي. خليل، هل اتضح ما إذا كانت حكومة الوفاق ستتخذ خطوات أكثر حسما من استنكارها لتصريحات السيسي؟ ليس تماما، حكومة الوفاق الوطني اكتفت فقط بالبيان الذي عبر عن استغرابها من الموقف المصري من تصريح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي ربما قال انه حكومة الوفاق الوطني حاليا هي أسيرة بيد الجماعات المسلحة المتواجدة في العاصمة الليبية طرابلس، بيد أن رد حكومة الوفاق ربما تركيزها الآن منصب تماما على مجريات المعركة القائمة جنوبي العاصمة. منذ قليل وردنا التحاق المجلس العسكري كباو بإعلان حالة النفير العام الذي أعلنته مدينة مصراتة أمس، وبالإضافة إلى المجلس العسكري كباب كان هناك أيضا مدن مسلاتة وزليتن والزاوية التي أعلنت تباعا التحاقها بحالة النفير العام التي أعلنتها مدينة مصراتة. إذن البارحة كان هناك اجتماع مشهود في مدينة مصراتة حضره الأعيان، حضره رموز هذه المدينة وخاصة حضره وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني وابن المدينة فتحي بشاغة، حضره كذلك أمر المنطقة العسكرية الوسطى في مدينة مصراتة محمد الحداد، حضره
اختاره سليمان الفقيه ومحمد الرعيض نواب مدينة مصراتة في البرلمان الليبي، مع شخصيات ربما لم تكن على توافق مع كل هذه الرموز داخل مدينة مصراتة، وهو ما يشي برص الصفوف وما يشبه عملية اللحمة، إعادة بناء اللحمة داخل مدينة مصراتة والتوحد في هذه المعركة، وتزامن ذلك مع وصول تعزيزات عسكرية واضحة من قوات المنطقة العسكرية الوسطى من مصراتة أساسا إلى محاور القتال. شكرا لك من طرابلس مراسلنا خليل كلاعي. ومن طرابلس أيضا ينضم إلي مصطفى الشركسي العميد الركن آمر المنطقة العسكرية لثوار بنغازي. سيادة العميد، يعني هذه الدعوة التي وجهتها مصراتة واستجابت لها بعض المناطق الأخرى، لأي درجة من شأنها أن تؤثر على مجريات العملية العسكرية، وما هو وزنها بالنسبة للعمل العسكري الميداني أيضا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نترحم على جميع شهدائنا منذ بداية ثورة 17 فبراير وحتى آخر شهيد سقط في الدفاع عن عاصمتنا الحبيبة طرابلس. طبعا المنطقة الوسطى، يعني مدينة مصراتة داخل المنطقة الوسطى العسكرية، والمنطقة الوسطى أعلنت ثلاث مرات النفير. أول مرة تعلن النفير كانت في 2011 ضد الطاغية القذافي، وكان نصرها على القذافي ومنعت انقسام ليبيا. وأعلنت النفير مرة ثانية في الحرب على الدواعش في مدينة سرت، وكانت أكبر إمارة لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية في شمال أفريقيا، وقضت عليها في 8 أشهر. والآن ها هي تعلن النفير. النفير عندما تعلنه المنطقة الوسطى وتحديدا مدينة مصراتة والمدن المجاورة، نعم، هذا يعني أن ستبدأ مرحلة ثانية في التعامل مع هذه القوات المعتدية على مدينة طرابلس، والمعتدية والتي أفسدت الحياة السياسية والحياة العسكرية والحياة الاجتماعية وكل المجالات في ليبيا، الانقلابيين التابعين لمجرم الحرب حفتر. فهذا النفير سيكون إعلان يعني بمثابة بدء العملية الثانية، وهي القضاء على هذا الانقلابي وزمرته وهذه القوات والمرتزقة التي يتعامل معها. نعم سيادة العميد، أحد السيناريوهات التصعيد أتت من مصر تحديدا على لسان السيسي في تصريحه الأخير، وما تبعه من إجراء أيضا دبلوماسي سياسي إن صح التعبير، وهو الاستنكار الذي أصدرته حكومة الوفاق. لكن أود أن أسألك أكثر على الناحية العسكرية، هل يعني هنالك سيناريوهات تدخل عسكري مباشر قد تقوم بها مصر السيسي اليوم في ليبيا من أجل يعني تحقيق ما تقول بأنه ضبط لأمنها القومي، وكيف سيكون الرد عليه لو حدث؟ بالنسبة للتدخل المصري، هو فعلا حدث التدخل المصري، فقد أتحدث هنا عن تدخل مصري عسكري مباشر. نعم حدث فعلي، فقد تدخلت بالطيران وقصفت مدينة درنا، وقصفت في مدينة بنغازي، وقصفت ثوار مدينة بنغازي عندما كانوا في عملية العودة إلى مدينة بنغازي، قصفتهم طائرات مصرية في المقرون وفي رأس نلوف. والآن هناك معلومات أكيدة على وجود جنود مصريين في محاور القتال في مدينة طرابلس، يعني هناك تأكيدات ونحن شبه يعني متأكدين بأن الجنود المصريين موجودين. وحدثت عدة مرات أن يقتل، كما حدث الإمارات، أن يقتل جنود أو ضباط في قاعدة الجفرة ويبلغوا أن لديهم شهداء. كذلك في مصر، يعني المصريين كم مرة يحدث أن نحن تصلنا معلومات استخباراتية بأن جنود مصريين قتلوا، ونسمع أن في نفس الوقت أن نفس العدد قتل في يبلغوا أنهم في سيناء. فالتدخل المصري واضح من فترة، نعم، حقيقة من فترة التدخل المصري. شكرا جزيلا لك العميد الركن عامر المنطقة العسكرية لثوار بنغازي مصطفى الشركسي، كنت معنا من طرابلس.